اللهم ربي يكرمهم ويكرمهم بالدنيا وبالآخرة بعد بحسن عاقبة الجميع. بعد لك كم امتحان بعد لك؟ بعد يوم الحاسوب والفنية باكر علوم القرآن ويخلص ويخلص. نعم إن شاء الله التوفيق. أروح فدوى شيبتك حجي. أي والله أروح فدوى شيبتك. يعني بهذا العمر هاي الإناقة، الترتيب، الزي العربي، العقال، السترة، العباء مالته، الخاتية على قولت هنة، ورايح ممتحن وهاي الإناقة، والله نروح فدوى شيبتك حجي. خلي الناس اللي ما عندها أمل خلي تشوف، خلي طلابنا الصغار اللي بعدهم واستوهم، اللي هذا يعوف مدرسته، اللي ما يقبل يروح للدوام، والله باردة والله حارة والله تعبان، خلي يشوف الحجي. فدوى اروح لك حجي، والله فدوى اروح شيبتك هاي حجي. اما عماد رحيم يقول الشهادة يجيبوها وراك للنموذجية لو للفتحة التاسعة. لا والله حسي شنو المفروض اضحك؟ لا المفروض اضحك؟ بس سؤال يعني حسي شنو عماد رحيم شوي هاي صورته لابس المفروض اضحك هسه على تعليقك؟ جاي تتنمر انت وجاي تضحك تستهزئ بالرجال؟ هسه المفروض ها 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 واسوي نفسي اضحك؟ شوفوا ان ابو صالح مدير برامج ماكو مجال شوي اطلع عن النص احكي لي كلمه ما بيها مجال ابد نورس ماكو تقطع صوتي ابدا احكي لي حكايه ما اقدر بعد والله يعني كلش ما اعرف شلون متحملك اني عماد رحيم الشهاده يجيبوها وراك للنموذجيه لو للفتحه التاسعه يلا اضحك يلا ضحكوا لك خلي الكنترول يضحكوا لك بالاستوديو هاي نبذه عن التنمر اللي موجود هسه انا من راح احكي على عماد راح يجوني يتنمرون علي انت شنو تحكي لا مو عماد حكي على الرجال يعني هاي الحريه اللي نحكي بيها يتنمر والله شنو للفتحه التاسعه اجيب لك الشهاده والله العظيم انا متاكد انت ما مكمل دراسه ما عندك شهاده عماد رحيم ما ادري ايش اسمك لا وهسه تطلع انت من جماعه ذولا اللي ينتظرون الاسئله تتسرب ماكو قبل تطلع من جماعتهم هذا نموذج من التنمر اللي يصير بالتعليقات رجال كبير عنده طموح راضي يكمل دراسته يجي عماد رحيم الشهاده يجيبها وراك للنموذجيه لا للفتحه التاسعه طبعا يقصد النموذجيه المقبره النموذجيه والفتحه الفتحه التاسعه هم بالمقبره يعني عود اول شيء اول الله يطي طولة العمر والله يحفظه للحج وان شاء الله يبقى يستمر طلب العلم وينال الشهاده ويصير نموذج وانا اتمنى هذا الحج هسه نتواصل وياه واجيبه بوحده من الحلقات وعلى عناد عماد رحيم نسولف انا والحج هوايه لان هذا الحج ينطي طاقه وطموح ويبعث برساله رساله امل الى الطلاب اما عماد رحيم والله للنموذج والله ما تضحك بالقران ما تضحك لو مسوي له غير شيء تحشيشه فت حلوه ما بيها تنمر ممكن نضحك بس والله ما تضحك عماد شوف لك غيرها هاي نموذج من التنمر ما وصيكم تنمروا علي لين حكيت على عماد سووا العكس يلا هي متعودة دايما طبعا هذا كان الفيديو الأول عندنا فيديو الحجي والله حجي عاشت ايدك وإن شاء الله أنا أتواصل وياك وإن شاء الله الحلقة الجاية تكون ويانا بالحلقة نتصل بيك اتصال هاتفي أو تنورنا وإن شاء الله نسولف وياك يا حجينا.